اهلا اهلا، كيفكم حبايب قلبي؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية انتوا كل اللي بتحبوهم. اليوم رح نعمل مع بعض طبق حلو كتير طيب وشهي، ولازم تعملوه كتير كتير حلو بجنن. وهو كيكة البسكوت، ورح نعمل ان شاء الله الطريقة مع بعض. بنحتاج لهاي الوصفة هاي المقادير اللي عندنا الموجودة. عندنا هون 400 ملي من كريمة الخفق اللي هي تبعت الحلويات. عندنا هون 3 باكيتات بسكوت عادي سادة، بيكون أنا هذا حتى مش حلو كتير، يعني يدوبك شوية حلو. هون عندي 3 معالق من السكر الناعم. عندي هون تقريبا 150 جرام من الشوكولاتة الغامقة دارك بلجيكية، هاي نوعية كويسة كتير. عندي 2 هون دريم ويب. عندي قطعة زبدة صغيرة والماسكربون، وهون عندي معلقتين من القطر، وعندي هون معلقة من الفانيلا صغيرة. وعندي قلت لكم انه جبنة، قلت لكم ماسكربون، فهي جبنة الماسكربون هاي كتير طيبة، الجبنة طرية او فيلادلفيا تشيز ما بتفرق، المهم كريمي تشيز. عندي قالب مبطن حبايبي بورق الزبدة، وانا دهنته طبعا بالزبدة وحاطة الورق علشان لما نطلعه بكل سهولة، لانه هو هاي الكيكة كيكة باردة راح تدخل على التلاجة، وبعدين لما نطلعها بكل سهولة بنقيمها، فهاي هيك بيكون كتير كويسة وهذا الحجم ممتاز، وانتو فيكو تعملوا الحجم اللي بدكم اياه. بسم الله بنبدأ مع بعض. هاي حطينا الكريم اللي هي كريمة الخفق اللي هي كريمة الحلويات، وهلأ راح نحط الفانيلا عليها. هلأ بنضيف السكر. هلأ حبايبي بلشنا نحط الكريمة، هيك الكريمة صارت جاهزة معانا، شايفين منظرها ما أحلاه ما شاء الله متماسكة. هلأ راح أخفق باقي اللي هي الدريم ويب والجبنة الماسكربوني. هلأ راح نخفق كريمة الدريم ويب. وراح نضيف الحليب على كريمة الدريم ويب ونخفق. هون حبايبي احنا خفقت انا هون الدريم ويب، هلا راح اضيف عليها الجبنه الماسكربون كلها. انا نسيت اقول لكم اني انا راح بعد ما اخفقها راح اقسمها لقسمين، واحده احط فيها كاكاو على او شوكليت، يعني على اساس انه تطلع ملونه وتطلع كتير طيبة. الكاكاو كمان بيعطيها نكهة كتير طيبة ورائعة. وهلأ بخفق مع الجبنة. وهلأ يا حلوين بنضيف الكريمة اللي عملناها بالأول، كريمة الخفق هاي هي، رح نضيفها للمزيج الثاني. وهيك خلصنا الخفق حبايبي. هلأ بدنا نبلش نعمل الكيكة، وراح تشوفوا كتير رح تعجبكم. هلأ راح أقسم هذا الخليط، هاخد منه شوية على أساس أعمله مع الكاكاو، وبنعمل كل الطريقة مع بعض. هلأ بناخد كمية من الكريمة لأنه راح نخلي كمان لتغليف الكيكة، فهيك إناف هاي بتكفي. وهلأ راح نحط عليها الكاكاو، هذا الكاكاو أورجانيك طبيعي يعني. راح أخفقهم مع بعض. وهون كمان راح أحط معلقة من النسكافيه، تعطيها نكهة كتير طيبة للي هي مع الكاكاو. حبايبي رح نبلش نعمل الكيكة الباردة تبعتنا بالبسكوت، كتير طيبة. بالأول رح نحط، شايفين هاي البسكوت. هلأ بنحط على كل واحدة بهذا الشكل.
نعملهم واحدة واحدة. شايفين؟ هاي بتكون بهذا الشكل. كلهم بحد بعض بنحطهم بشكل حلو وبنكمل باقي الخطوات ان شاء الله. يعني بعمل صف في الكريمة البيضة وصف في الكريمة اللي هي تشوكليت. هون خلصت اول صف. هلأ الصف الثاني حبايبي رح نسويه مع الكريمة اللي هي حطينا عليها شوية قهوة والكاكاو. كاكاو من النوعية المنيحة لازم تكون. وبنحط كل واحدة ملزقة بالتانية. شايفين؟ وبنحاول تكون نظيفة، يعني الشغل نظيف لأنه حلو إنه يكون كل شيء مرتب. هاي الطبقة الثانية حبايبي خلصت. شايفين؟ بتجنن. هلأ منكملهم كلهم إن شاء الله، واحدة أبيض واحدة البني الشوكولات اللي هي هاي. وإن شاء الله من حبايبي قربت أخلص الكيكة تبعتنا الرائعة، كيكة البسكوت ولا أطيب شي بشهي، رح يعجبكم كتير كتير. شايفين؟ قربنا نخلص. شايفين الطبقات شو حلوة ما شاء الله. على كل واحدة معلقة صغيرة تقريبا نحط. وهيك خلصنا كيكتنا. شوفوا ما أجملها. هلأ إن شاء الله بحط طبقة من الكريمة هون فوق. شايفين حبايبي؟ هلأ أنا على الوش بحط شوية من الكريمة وزي ما قلت لكم مندخلها على التلاجة. وإن شاء الله بعد 4-5 ساعات او لبكره يعني ما حتفرق. بخلي هلا حبايبي طلعنا الكيكه من الثلاجه. شايفين قديش سهله؟ هاي شلناها لانه في ورق الزبده تحتها، فكتير هيك حتى يمكن انقلها على الجاط اللي بدي اعمل فيه ازين فيه. حبايبي هاي كيكة البسكوت. شايفين؟ بتجنن. أنا غلفتها طبعا كلها بالكريمة اللي هي مثل كريمة تشيز كيك، عملتها أنا وياكم مع بعض. وهلأ رح نزينها من فوق بالشوكولا. رح نسيح الشوكولاتة هلأ. هاي الشوكولا حبايبي هلأ أنا رح أسيحها بالمايكروويف تقريبا 30 ثانية بالضبط. هلأ أنا طلعتها من المايكروويف حطيتها بس 30 ثانية. شايفين هلأ بس بحرك وبرجعها مرة تانية على الميكروويف. لسه بدها كمان مرتين تقريبا لحتى تصير. شوفوا حبايبي هاي المرة الثالثة. كل مرة 30 ثانية. لا تحطوها تقولوا لا منحطها دقيقة بتحترق. لازم 30 ثانية وتحركوا. طلعوها وتحركوها وتردوا تغطوها وتحطوها بالميكروويف على 3 مرات. تطلع بهذا الشكل. شوفوا ما احلاها بتجنن. هلا انا بدي استنى عليها شوي حتى تبرد، بس قبل ما تبرد راح احط عليها الزبده، قطعه من الزبده صغيره يعني مش كتير كبيره. هاي عندي هون قطعه زبده انا. بس عشان تعطيها شويه لمعه يعني تقريبا معلقه من الزبده. تعطيها لمعة كتير حلوة الزبدة. ما بتخليها تجمد وتصير ترجع تصير يعني يابسة.
بدنا اياها اشبه بهذا الشكل. وهلا هاي القطر عندي رح احط كمان معلقة من القطر. شوفوا الجمال، شوفوا ما احلاها، صارت تلمع لمع. شوفوا كيف عم تلمع، بتجنن. شوفوا قوامها ما احلى، ما شاء الله رائعة. حبايبي هلا رح نحط صوص الشوكولاتة اللي عملناه، شايفين هيو ما شاء الله بجنن. هلا بدي احطه بشكل عشوائي. هذا صوص الشوكولاتة حبايبي، حطيت عليه أنا معلقة صغيرة من النسكافيه، كتير بتعطي نكهة طيبة. شوفوا حبايبي أنا خلصت ما شاء الله، تزيينها حلوة كتير. هلأ راح أزينها بوردات من الكريمة البيضاء. انا اوريدي حاطه بالكيس الكريمة البيضة. هلا هون على الوش نعمل وردات. ورجعت لكم حبايبي بالمرحلة الحلوة. شوفوا جمال كيكتي ما أحلاها، بتجنن. لازم تجربوها، كيكة البسكوت الباردة ولا أطيب، كتير طيبة ورح تعجبكم. وكل هذا كان اليوم من مطبخي، مطبخ انتصار. وتابعوني دايما لحتى تشوفوا كل شي جديد عم بقدمه. ولا تنسوني من اللايك والشير، واشتركوا بقناتي على اليوتيوب كمان، وعلى الفيسبوك وعلى الانستغرام. وكل هذا كان من مطبخي، مطبخ انتصار. وشكرا جزيلا لمتابعتكم.